أعلنت وزارة الصحة عن حالتي وفاة جديدتين بفيروس H1N1 المعروف باسم انفلونزا الخنازير، ليرتفع عدد الحالات المتوفاة إلى 61 حالة، وهما لطالبة من محافظة حلوان تبلغ من العمر 14 عاما، والثانية لسيدة عمرها 51 عاما من محافظة القاهرة. بيان الوزارة أوضح أن الحالتين دخلت المستشفى وهما يعانيان من التهاب رئوي مزدوج، كما أشار إلى أن التاريخ المرضي لإحدى الحالات يشير إلى إصابتها بروماتيزم في القلب.